السلام عليكم للحريصين على حفظ القرآن الكريم. معانا النهاردة تطبيق جميل جدا وسهل وممتع في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتطبيق ده ينفع للكبار وكذلك للأطفال، فأفضل شيء أن تعلم طفلك أو ابنك القرآن، والقرآن سيعلمه كل شيء جميل. التطبيق اللي معانا اسمه المصحف المعلم، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو، ياريت تحملوه. بعد ما بنحمل التطبيق بنفتحه، تطبيق اسمه المصحف المعلم، تمام. هنا بيقول لك المصحف كامل، يعني القرآن كامل موجود في التطبيق ده. بيقول لك اختر القارئ، طبعا عنده هنا من أفضل القراء الموجودين في العالم الإسلامي، الشيخ المنشاوي ودكتور أيمن رشدي السويد والشيخ الحصري وسعد الغامدي وعبد الله بصفر ومشاري راشد، وليكن هنختار الشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله. مثلا سورة الفاتحة، بيقول لك هنا هل تريد تحميل الملف أو الاستماع مباشرة؟ أنا بأفضل الاستماع مباشرة، نختار الاستماع مباشرة، تمام. هنا سورة الفاتحة، احنا شايفين مصحف معلم، الحمد لله رب العالمين. شايفين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. لو حابب توقف الصوت، لو حابب مثلا أثناء التلاوة ترجع آية، عايز يعني عايز تتأكد من تلاوتها ترجعها، لو حابب تقدم مثلا وهكذا. طيب بترجع تاني على الخيارات مثلا وتحميل الصور، وبتختار مثلا القراء، مثلا بتختار قارئ تاني، بنختار مثلا الحصري، صورة مثلا آل عمران، الاستماع مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام. طبعا هنا انت اللي بتردد خلف الشيخ الحصري، هو بينتظر سكتة كده بسيطة بحيث انت تقدر تردد وراه. طبعا لو حابب ترجع تاني اي، عايز تتأكد من تلاوتها وترجع تاني تقدم، الله هو الحي القيوم، تمام. هنوقف خيارات قائمة الصور، تمام. هنختار مثلا الشيخ مشاري راشد وصورة مثلا النبأ، الاستماع مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بتردد خلفه، طبعا التطبيق جميل جدا وممتع. تمام، زي ما احنا شايفين التطبيق رائع جدا ومهم جدا لكل مسلم حريص على حفظ القرآن الكريم، فياريت تنزلوه ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. هنسيبكم اللينك بتاع التطبيق في الديسكريبشن تحت الفيديو. ياريت لو استفدت من الفيديو تعمل اشتراك في القناة وتضغط لايك للفيديو. شكرا جزيلا.